زي ما حضرتك كنت بتقول لي انتوا الخط الساخن بقى يعني عندكم شغال بتاخدوا تتلقوا عليه كميه اكيد يعني تفاصيل واستفسارات وشكاوى كتير جدا، وده بسبب انه احيانا في مسار جاد جدا من الدوله حاليا بالتعامل بشكل جدي وسريع مع مساله التعاطي، مش بس هنقول الادمان، واعتقد انتوا كمتخصصين يعني دايما بتحبوا تفرقوا بين التعاطي والادمان. فخليني الاول افهم من حضرتك ايه السبب او الدافع وراء انه الدوله بتضع خطه قوميه لمكافحه المخدرات، والخطه دي ماشيه ازاي لحد دلوقتي، وايه اللي تحقق منها حتى الان، وايه المرجع او يعني متوقع ان يتحقق منها على المدى القصير والبعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه ان احنا منذ عام 2014 عملنا دراسه مصغره كده على مستوى جمهوريه مصر العربيه بالكامل، اسفرت الدراسه عن ان حجم التعاطي على مستوى جمهوريه مصر العربيه وصل 10.4 من 10، وده مشكلته ان ده ضعف المعدل العالمي. صحيح، معدل العالمي 5%، اما احنا لقينا عندنا 10.4 من 10. كان جراء هذا العمل على طول او هذا الرقم ان في اغلب الحوادث، اغلب المشاكل الاجتماعيه الكثيره اللي موجوده في المجتمع ظهرت نتيجه تعاطي وادمان المواد المخدره. عندنا نسبه 79% من يتعاطون المواد ارتكبوا بالفعل جرائم كثيره جدا، وبالتالي في علاقه قويه جدا بين الجريمه وبين تعاطي وادمان المواد المخدره. ايضا الحوادث اللي بنشوفها سواء كانت على الطرق السريعه او على المزدقنات او كمان الحادثه الاخيره اللي كانت بتاعت محطه مصر ديت مشكله كبيره، كان من جراء تعاطي وادمان المواد المخدره. الحقيقه ان بعد اعلان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اجراء ان يتم تحاليل والكشف المبكر عن العاملين في الدوله، احنا في الخط الساخن عاوز اقول لك منذ اعلان هذا الكلام احنا طبعا كنا عاكفين بالكامل في عده اجتماعات علشان نرصد الظاهره ونعرف نعمل قاعده بيانات كبيره جدا عندنا في الصندوق عن كل الموظفين الحكومه بالكامل. كمان شكلنا غرف عمليات وفرق عمل للتدخل السريع على طول علشان لما في وزاره تطلبنا نكون جاهزين بالتدخل وداخلين معاهم على طول. الحقيقه ان احنا منذ هذا التوقيت تلقينا اكثر من 4000 اتصال بزياده كبيره جدا جدا عن حجم الزيادات اللي بنشتغل عليها عن طريق الخط الساخن. كلهم بيطلبوا المشوره، كلهم بيطلبوا العلاج من صندوق مكافحه الادمان. انا مريض وبتعاطى ترامادول او بتعاطى حشيش او بتعاطى كذا. يعني في حد بيبلغ عن حد بقى؟ لا، مفيش حد بيبلغ عن حد. هم كل الاتصالات اللي جايه دلوقتي كله الحقنا احنا مرضى ومحتاجين ان احنا نتعالج. فده يعني ده في حد ذاته حاجه كويسه طبعًا. ان الناس تبتدي تحس ان هم بالفعل محتاجين يتعالجوا. بالعكس، ده شيء في منتهى الايجابيه انه الشخص نفسه يطلب المساعده، ودي يعني مرحله متقدمه جدا ان المدمن او المتعاطي يعني يوصل لمرحله ان فيها يقول انا بتعاطى، انا عندي مشكله، ساعدوني. بص حضرتك، احنا نجحنا في تحاليل المواد المخدره على الطرق السريعه لسائق الطرق السريعه لما كانت في قوه قانون جنبنا على طول. احنا لما منزلنا في 2015 كانت حجم التعاطي او نسبه العينات الايجابيه 24%. النهارده في 2018 نزلت ل 12%. العربيات النقل مش كده؟ عربيات النقل او السائق على الطرق السريعه، سيان، عربيات نقل او ميكروباص. انا عايز اعرف الخط الساخن كام استكمالا برضو لكلام حضرتك علشان نحطها على الشاشه علشان الناس كلها. 16023 احنا بنتلقى الاتصال، وبقى عندنا النهارده 22 مركز علاجي متخصصين موزعين على مستوى 13 محافظه بالكامل. بنقدم العلاج لكل من وقع في المشكله بالمجان وفي سريه تامه. بالمجان 16023 يعني اي حاجه بالظبط. 16023 23 ده الخط الساخن، ده الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان. موجود دلوقتي الخط الساخن على الهواء لكل يعني اهلنا اللي حابب يتصل، اللي حابب يطمئن على نفسه، اللي حابب ان هو ياخد المشوره، اللي حابب ان هو يتردد على احدى العيادات عندنا ياخد العلاج بتاعه في اعراض الانسحاب اللي موجوده، اهلا وسهلا، احنا فاتحين الباب لكل الناس. ولكن طبعا مجلس الوزراء وافق يوم الاربع الماضي على مشروع القانون. مشروع القانون هيحول على طول لمجلس الشعب، بعد كده على طول يتاخد الدوره او ينزل في الجريده الرسميه. منذ نزوله في الجريده الرسميه، وده طبعا التوقيت ده مش هيعدي شهر بالظبط، احنا هنبتدي بقى ان احنا نعمل تحاليل مفاجاه على الجهاز الاداري للدوله كله.